ظهر الفساد في البر والبحر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب لأنها مخلوقة على هيئة الصلاح ومعمولة على هيئة إن شر يدفع شعر النظام. أنتوا اللي زي ما قلنا التلوث دلوقتي. يعني إذا هذه تشير إلى التلوث الموجود حاليا، الموجود الآن، الموجود الآن. نعم الموجود الآن. يعني هذه الآية نزلت للناس في عصرنا الحاضر. نعم نزلت للناس في عصرنا الحاضر. ما هي القرآن مش صالح لكل زمان، لكل زمان ومكان. نعم. ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لأن الإنسان صحيح نفسه يبطل متاعب، نعم، ويجيب مريحات، بس بيعملها في حدود أفق معرفته وحكمته وعلمه. عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. نعم. الجرح انجرح هنا، وبنجيب صبغة يود مش مخففة، فروحنا جايبين إزازة صبغة اليود حرقت الجيل. هو كان يريد ايه؟ يريد يكتم، بس ما خدهاش بحكمة الكتم، بحكمة انه يساعد المادة الحرقة على انها تحرق. نعم. ولذلك تقرأ في سورة الكهف آية تشمل ده كله، جو وبحر وكل حاجة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ايام ما اخترعوا الدي دي تي، لو جبت الجرايد اللي ايام ما اكتشفوها وجابوها من امريكا، يقول خلاص الذهب الابيض حمي، القطن ما عادش فيه مش عارف، والدود بعد مده تبين ان الدود بقى كيف دي دي تي. ما نفعش مش يا ريت ما نفعش، واضر في الزرع واضر في الضر. نعم. واضر في الميه. نعم. واضر في البتاع. نعم نعم نعم. ولذلك قضية يحكمها إيه؟ عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. نعم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعوا بقى للأصل وسيبوها في حالها بقى.